آخر قدام طلعوا. السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد من لعبه اوميجا ليجندز. لعبنا جيم والحمد لله توفقنا فيه. صار اخر الجيم مواجهه جدا جدا قويه، يعني كان طلقه واحده وموت، لكن الحمد لله قدرنا نربح الجيم. بترككم على المقطع، مشاهده ممتعه. اوكي، مش مبين حدا. تأخرت في نزولي شوية صغيرة أنا، لكن هلا مش مبين حدا. إن شاء الله خير. ممكن أطلع لهون، مين اللي هذا؟ ابلع. اوه، انفر بنفسجي. هلا والله. وين الناس نازلة؟ مش فاهم انا. لعب لا مرتاح. فعليا ما في حدا مبين في الجيم. 20 واحد ضايل وانا مش اهل الاثنين وما شفت حدا في الجيم. طايح لوت بس. Warning, safe zone shrinking. A new lead player has been identified. من وين طخ علي هذا؟ اوكي هلا والله. طلع لي لاعب ولا بوت هذا ولا شو ديخو هذا؟ مع اكي بدي ابدله واطوره كمان. خليني اطوره. ماكس عملنا. طب الاكي ديش ضايل. اتهوس هذا اختار واحد قاتل. في ناس هون. اوكي خلينا نروح للدروب.
ونستنى حدا يجي على الدروب. كل المنطقة هاي ممتازة. اوكي. ابلع ابلع. ما مات؟ وين راح هذا؟ ما قتلته ال ابلع ابلع. اوكي هذا كان خياله او اشي زي هيك. في هذا الطق قبل شوية صغيرة. اوكي هيو. اخر نقطة دم طلعوا. يا الهي. وكده قتلنا 10 اشخاص. ممتاز. هلا والله. تلعبوا مع مين؟ تلعبوا مع مين؟ اوكي ولهون بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا، بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم، بتمنى ما تنسونا من دعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك. اشترك لكل جديد. تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم، نشوفكم خير، سلامات.